أهلا بكم إلى أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد يستقبل سعادة سفيرة جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك لتوديعها بمناسبة انتهاء مهام عملها. تصريح لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حول التعميم يثير الجدل، والغرفة ترد بأن ما نشر تنقصه الدقة. بعثة الحج العمانية تباشر أعمالها لخدمة حجاج السلطنة في المشاعر المقدسة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك المعتصم بالله عبد الحليم معظم شاه ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لشخصه بموفور الصحة والهناء، وللشعب الماليزي الصديق باطراد التقدم والنماء. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة رئيس المازبك أتامبايف رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق بمزيد التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنتوني توماس كارمونا رئيس جمهورية ترينداد وتوباغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد بمكتبه صباح اليوم سعادة السفيرة ميدزي جورجيل فالانتي داكوستا سفيرة جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمدة لدى السلطنة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وقد أعربت سعادة السفيرة عن بالغ شكرها لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهل لها أداء مهامها، وعن أصدق تمنياتها لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وعبر صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفيرة على جهودها التي بذلتها في خدمة العلاقات بين السلطنة وبلدها، وعن أصدق التمنيات لها بالتوفيق الدائم وللشعب البرازيلي الصديق كل التقدم والازدهار. تسلم صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور السباق الثامن لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. قام بنقل الرسالة سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة خلال استقبال سمو السيد هيثم بن طارق له بمكتبه. أنهت هيئة تقنية المعلومات مرحلة التسجيل في النسخة الخامسة من جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الجاري، حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة في الجائزة 62 مشروعاً مقدماً من 38 مؤسسة حكومية وخاصة. وتشمل الجائزة في هذا العام على 11 فئة منها 8 فئات للمؤسسات الحكومية، فيما تم تخصيص 3 فئات لمؤسسات القطاع الخاص. دشن صالون العمانية الثقافي بجمعية المرأة العمانية بمسقط فعالياته للعام 2016-2017 وسط حضور إعلامي ومجتمعي، معلنا عن خطة عمل متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمرأة وتعزيز مشاركتها الوطنية
وتنمية ثقافتها الإعلامية. ثقافة التعامل مع المعلومة في ظل الإعلام الجديد، عنوان اختاره صالون العمانية الثقافي في جلسة حوارية تناول فيها المناقشون كيفية التعامل مع المعلومة واستقصاء مصادرها ومصداقيتها. الجلسة الحوارية ثقافة التعامل مع المعلومة في ظل الإعلام الجديد تأتي باكورة أعمال صالون العمانية الثقافي للفترة الحالية والمقبلة إن شاء الله. تركز هذه الجلسة على المعلومة وأهميتها اليوم في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. جاء اختيار هذا الموضوع لملامسة الواقع وتطور وسائل الإعلام الحديث وأساليب نقل المعلومة من مصادرها ومدى وجود ثقافة لدى المجتمع ولدى المرأة العمانية. فكان الهدف أساساً هو تعزيز ثقافة المرأة العمانية في المجال الإعلامي. أهداف الجلسة الحوارية هو تعريف المرأة بواقع ممارسة المسؤولية الاجتماعية في التعامل مع الإعلام الجديد، علاوة على تعريف المرأة والمجتمع بالقوانين والتشريعات المنظمة للمعلومات. كما تعلمون التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة من ضرورات العصر، الكثير يطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مستمرة. كما تعلموا أصبحت هناك أهمية أكثر مما قبل بأن توجد لدينا تشريعات وقوانين وأن نزيد الوعي بالتواصل الاجتماعي، ولذلك أتت لدينا هذه الفكرة في الصالون. نقطة التحري من المعلومة إذا كانت صحيحة أو لا، للأسف هذه ثقافة بعدها غير موجودة. كثير ما نشوف تجي تغريدات أو تجي رسائل على الواتساب تكون غير صحيحة، وللأسف بعدين يتم إعادة صياغتها لأنها تكون صحيحة. فجدا مهم تحري عن المعلومة قبل نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي، تعطي للحسابات مصداقية أكبر. طرحت الجلسة جملة من المحاور تناولت الإعلام الجديد ووسائله وتأثيره الاجتماعي وأهمية مواكبته بتبني الجهات المختصة وسائل توجد فيه التوازن في الطرح، بدءا من وضع منهج للتربية الإعلامية في المدارس ليساهم في تنشئة الأجيال على ثقافة إعلامية متوازنة. المعلومة اليوم قد تتوفر بكل سهولة وسرعة، لكن توفرها لا بد أن يكون مقرونا بالدقة والتحري، والجلسة هذه تناقش هذا الموضوع مع بث مزيد من الوعي حول التعامل مع المعلومة وانتشارها. إبراهيم بن سالم الهادي من جمعية المرأة العمانية بمسقط. تصريح لسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حول التعميم أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت جريدة الشبيبة وتايمز أوف عمان تصريحات لسعادته يؤكد فيها أن التعميم يعيق النمو الاقتصادي، وقد ردت الغرفة بأن ما نشرته الصحيفتان تنقصه الدقة. التعميم يعيق النمو الاقتصادي، تصريح لسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لجريدتي الشبيبة والتايمز أوف عمان، أثار مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناول المغردون التصريح بالرد في وسم التعميم يعيق التنمية، مؤكدين وجود عوامل أخرى تقف وراء إعاقة النمو الاقتصادي في البلاد وليس التعميم، ومنها البيروقراطية وتربع القوى العاملة الوافدة قمة الهرم الوظيفي في كثير من مؤسسات القطاع الخاص. ونقلت الشبيبة عن سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قوله إن التعميم يمثل عقبة أمام النمو الاقتصادي، داعيا إلى إعادة تقييم سياسة التعميم لأنه وفق رأيه لا تتماشى مع استراتيجيات الحكومة، موضحا أن سياسة التعميم الحالية لا توفر الجودة والإنتاجية بل أنها تركز فقط على الأعداد. وردا على ذلك أشار كثير من المغردين إلى كفاءة العمالة العمانية متى ما أتيحت لهم الفرص، مشيرين إلى ضرورة إعادة هيكلة سياسات وأنظمة التعميم لتتماشى مع التطور الاقتصادي والنمو المالي والمعرفي المتسارع. وأوضح المغردون أن توطين الوظائف تأخذ به كافة الدول التي تسعى إلى النمو والتنمية، والمهم التأهيل والإرادة.
هذا وقد أوضحت غرفة تجارة وصناعة عمان في بيان لها اليوم أن التصريح المنشور عبر الموقع الإلكتروني لجريدة الشبيبة تنقصه الدقة ويختلف في مضمونه عما نشر في النسخة الورقية لذات الجريدة وعبر الجرائد الأخرى، موضحة أنه لم يمثل الجريدة أي صحفي أو مراسل بالمؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن فعاليات منتدى استثمر في عمان. النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. فلج بني ربيعة نسيج اجتماعي يعكس عمق العلاقة بين الإنسان وبيئته. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس. عمان، المحبة والوئام. أهلا بكم من جديد. من أجل توفير الخدمات وتسهيل الإجراءات للحجاج العمانيين في الديار المقدسة، باشرت بعثة الحج العمانية أعمالها في توفير الاحتياجات اللازمة، وذلك في المشاعر المقدسة بالحرمين المكي والمدني. فور وصولها الأراضي المقدسة بالحرم المكي، باشرت بعثة الحج العمانية أعمالها في تهيئة الأجواء لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم ما يلزم من أجل التسهيل على الحاج العماني لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر. البعثة جاهزة بكافة أفرادها أن تقدم هذه الخدمة إليهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سواء هذا الخدمة تقدم إليهم في المدينة المنورة أم في مكة المكرمة أم في بقية المشاعر المقدسة في منى، في عرفة، في مزدلفة. في هذه المشاعر كلها البعثة جاهزة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. البعثة وعبر وفودها التي تعمل بشكل تكاملي كوفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الطبي ووفد الإشراف على الحملات والوفد الإداري والمالي ووفد الكشافة والإعلام وغيرها، تسعى جاهدة إلى متابعة الحجاج العمانيين وأصحاب حملات الحج لتقديم ما يلزم لتسهيل أداء المناسك. وفد الإشراف على حملات الحج هو يقوم بدور كبير في زيارة الحملات في مقر سكناها والنظر إلى توفر كل ما يمكن أن يقدم للحجاج، بدءا من النظر إلى السكن واشتماله على وسائل الراحة. هناك تنظيم نختص به في العمل الكشفي، لكن نحن مساندون في كل الأعمال في استقبال الحجيج هنا في مكة وفي المدينة المنورة، تسجيل الحملات، تسجيل أماكن إقامتهم لتسهيل العمل لأفراد الشرطة. الجدير بالذكر أن عدد الحجاج العمانيين المعتمدين لهذا العام بلغ 11,200 حاج وحاجة، منهم 7,200 حاج وحاجة اعتمد سفرهم جوا، و3,953 عن طريق البر. حوالي 50 من كافة الوفود بالبعثة توجهوا إلى المدينة المنورة لتقديم كافة التسهيلات للحجاج العمانيين حتى يؤدوا مناسك حجهم لهذا العام بكل سهولة ويسر. منصور بن ناصر السعدي، موفد تلفزيون سلطنة عمان، من مقر بعثة الحج العمانية في مكة المكرمة. تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار بالقطاع السياحي، نظمت في ولاية صلالة حلقة عمل للتعريف بالفرص المتاحة في هذا القطاع، كما تتضمن الفعالية استعراض سبل التعاون بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريع اقتصادية تدعم خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل. كانت مجرد
تتواصل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لتسهيل وإنجاح مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي هذا الصدد نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بصلالة اليوم فعالية بعنوان فرص الشراكات في القطاع السياحي. اشتملت الفعالية على تقديم 4 أوراق عمل للجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع السياحي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طبعا مثل هذه الفرص وهذه الملتقيات تعتبر فرصة جيدة جدا للتعرف على العروض المختلفة للشركات السياحية وما تقدم من فرص لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أيضا هي أيضا فرصة حقيقية لتحفيز أيضا الشركات الأخرى التي تحضر لتقديم نفس العروض، وفي نفس الوقت يعني الهيئة العامة لتنمية المؤسسات المتوسطة في الوقت الحالي تعكف وساعية على إقامة كثير مثل هذه الشراكات المختلفة والمتنوعة في عدة قطاعات. تنظيم فعالية فرص الشراكات المتخصصة في القطاع السياحي يأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات ومهارات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة المجال لهم للنمو والاستفادة، كما أن تعزيز فرص الشراكات والاستثمار للمؤسسات ذات القيمة المحلية المضافة بين القطاعين العام والخاص تعتبر نموذجا واعدا يساعد على تمكين رواد الأعمال والتعرف على الفرص المتاحة، إلى جانب تعزيز تطلعاتهم بالاستثمار وبناء علاقة وثيقة مع المؤسسات ذات القيمة المحلية المضافة. فعالية الشراكة في القطاع السياحي تنظمه ريادة بالتعاون مع موريا السياحية في منتجع الفنار هذا اليوم هو تقارب بين شركة موريا السياحية ورواد الأعمال ورائدات الأعمال للتعرف على مدى إمكانية الاستفادة من ما هو معروض من موريا لرواد الأعمال في محافظة الظفار. وخلال الفعالية تم استعراض بعض التجارب الناجحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقعت شركة المدينة التجارية الصينية اتفاقية شراكة مع شركة غوانزو دونغيونغ للإنشاءات والهندسة الصينية لإدارة وتسويق مركز تجاري بمنطقة ريسوت في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. المشروع يوفر العديد من المنتجات الاستهلاكية الصينية وكذلك الأجهزة الإلكترونية والرياضية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، ومن المنتظر أن يستقطب نحو 300 من الباحثين عن فرص وظيفية. ويوفر المركز مكانا واحدا للتسوق ويستطيع المستهلك الوصول إليه بسهولة، وتم تزويده بمرافق تخدم المتسوقين كالمطاعم وأماكن الترفيه التي يستطيع الزائر فيها أن يجد كل سبل الراحة له ولأسرته. في عندنا خطة تعمين اللي بتبلغ في كل من مجمعاتنا لا يقل عن كل مجمع 500 وظيفة شغرة. احنا حاليا اول مجمع افتتح فيه في منطقة الرميس اللي هو المركز التجاري الصيني، وهذا يعتبر بالنسبة لنا المجمع الثاني في منطقة ريسوت في صلالة، والمجمع الاخر في البريمي بيكون افتتاحه في شهر ديسمبر السنة هذه، والمجمعات الاخرى بيكون في السويق على السنة القادمة. وفي ولاية بركة 4 مجمعات تجارية. أبرز الاتجاهات العالمية في التعليم والتدريب يناقشها مؤتمر الجودة الأول الذي بدأت فعالياته بولاية صلالة بمشاركة مختصين في المجالات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص. ويتضمن المؤتمر الذي يأتي بعنوان مستقبل التعليم والتدريب الإلكتروني مجموعة من المحاور تتناول مواضيع من بينها آفاق المنهجية الإلكترونية والابتكارية في إدارة جودة التعليم التقليدي إلى جانب التعلم الإلكتروني ومعايير جودة نظام التعليم المفتوح، كما يهدف المؤتمر إلى تنمية وتدريب الكفاءات البشرية المحلية في هذا المجال. أكثر من 350 حافلة مدرسية من الطراز القديم تم استبدالها بحافلات جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد بمحافظة شمال الشرقية. الحافلات الجديدة تشتمل على مواصفات خاصة بالأمن والسلامة
وجاءت تنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم في إحلال الحافلات المدرسية القديمة. هذه الكوكبة من الحافلات المدرسية تنضم إلى مدارس تعليمية شمال الشرقية مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد إحلال ما يقارب من 350 حافلة مدرسية جديدة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 100,000 ريال عماني شهريا. قامت المدير العام للتربية والتعليم ممثلة في قسم وسائل النقل بتغيير واستبدال الحافلات التي يصل عددها 1700 لجميع المحافظة، وتم استبدال 365 حافلة من النوع الجديد، وذلك بمواصفات ذات الجودة العالية والأمن والسلامة المرورية، وتم إضافة ما يقارب 100,000 شهريا لهذه الحافلات الجديدة. الحافلات الجديدة تحتوي على كاميرات مراقبة خارجية وأخرى داخل المركبة، كما تشتمل على حساسات لتفادي الاصطدام خلف المركبة وأجهزة أخرى تسهم في توفير الأمن والسلامة للطلبة. طبعا هذا الباص مثل ما تشوفوا على حسب طلب الوزارة، اللي هو صبغنا باللون الأصفر طلع من الوكالة السنة الماضية، وركبنا اللي هو شاشة داخل هناك، وفي كاميرات داخل الباص وخارج الكاميرات وخارج الباص، وشاشة بالإضافة إلى شاشة تكتب مدرسة تنقل منها ومن من المكان اللي تنقل منه. وسائل الراحة والأمان لم تقتصر على الطلبة فقط، بل سهلت على سائقي المركبات متابعة صعود ونزول الطلبة من المركبة، إضافة إلى التحكم الآلي في فتح وغلق أبواب الحافلة. الباصات مكيفة، والباصات يعني بكل حاجة، بكاميرات بحساسات بأي شيء، والوضع طيب مع الطلاب بدل الباصات الأولية القديمة. والله بالنسبة طبعا مرتاحين، لأن الطلبة الآن مرتاحين، فيكونوا أولياء الأمور مرتاحين، فبدل ما يكون الطالب يروح في باص بدون مكيف كذي. حداثة الحافلات واشتمالها على وسائل الراحة من تكييف وكراسي مريحة ساهمت في خلق بيئة جاذبة لنفسية الطالب. المشروع هذا ساهم بشكل كبير جدا في إيجاد بيئة ملائمة للطالب، ساعد كثيرا في أن تكون جانب الأمن والسلامة مطبق بشكل كبير في هذه الحافلات، من خلال توفر حافلة نظيفة، حافلة مجهزة بأدوات سلامة كالكاميرات وغيرها. اللون الأصفر إضافة جمالية لتوحيد أصباغ الحافلات المدرسية، كما أنه يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من الوقوف المتكرر للحافلة. إذن هذا الإحلال يعد قيمة مضافة وإنجازا من إنجازات هذا العام الدراسي بتعليمية شمال الشرقية، مما يسهم في بذل مزيدا من العطاء لدى الطالب، إضافة إلى توفير سبل الراحة له وللسائقين. أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرا، محافظة شمال الشرقية. أسدل الستار على مسابقة الأندية للإنشاد لعام 2015-2016 وسط حضور كثيف من الأندية والفرق الإنشادية من مختلف محافظات السلطنة، وشارك فيها العديد من المنشدين العمانيين. رعى حفل الختام معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. وحيد ظلمة الأرحام تنقض من شراييني. صدح المنشدون على خشبة هذا المسرح، حناجر شدت بأبيات الشعر قصيدا تفاعل معه الحضور في مسابقة الأندية للإنشاد لعام 2016 التي أسدل الستار عليها على مسرح وزارة التربية والتعليم. شعور جدا جميل أنك تحصل المركز الأول، يعني تدريباتك اللي تدربت عليها ما راحت سدى أبدا، وحصولك على المركز يعني شرف حقيقة. إثراء فن الإنشاد العماني ليكون حاضرا في مختلف المحافل المحلية والدولية هدف سعت إليه هذه المسابقة التي تنفذها وزارة الشؤون الرياضية من خلال مشاركة أكثر من 15 منشدا في المجال الفردي، بالإضافة إلى الفرق الإنشادية الأخرى. نشارك مشاركات عالمية، يعني ليست مقصورة فقط على الجانب المحلي. احنا من قبل شاركنا في دول الخليج العربي كحفلات يعني رسمية، ونتمنى إن شاء الله أن نشارك في
يعني حفلات عالمية نمثل السلطنة، لأن حن رسالتنا حن نوصل هذا التراث الإنشادي الذي تزغر به سلطنة عمان. المسابقة صراحة أجمل من رائعة أو أجمل من رائعة وأجمل من الجميل، فيها حضور جدا حلو جدا جميل، الشباب، الطاقات، الأصوات ما شاء الله لا تبارك الرحمن، أصوات جميلة جدا ويعني لها مستقبل جدا واعد. فقرات الحفل تنوعت بين العروض المرئية التي كشفت خطة برنامج شبابي طيلة هذا العام لمختلف الأندية الشبابية في السلطنة، والأنشطة والفعاليات التي قامت بها هذه الأندية والمشاركات المحلية والدولية. كل سنة هناك في وجوه جديدة، شباب يعني مشاركين جدد، منافسة قوية، فهذا اللي دائما نحفز الشباب على اساس انه تخرج مواهب جديده في كل مرحله من المراحل. الحناجر الفائزه حظيت بالتكريم وتوزيع الجوائز في المسابقات الفرديه والجماعيه وتكريم لجان التنظيم والتحكيم. احمد بن راشد الهنائي، محافظه مسقط. فلج بني ربيعة قرية بولاية الخابورة أخذت اسمها من الفلج الذي يجري بين أزقتها منذ عقود بعيدة. تاريخها الحضاري وآثارها القديمة ونسيجها الاجتماعي يعكس عمق العلاقة بين الإنسان وبيئته. كاميرا الأخبار تنقلت في ضواحي هذه القرية الجميلة وجاءت بالتقرير التالي. بجانب هذا المسجد يجتمع أهالي فلج بني ربيعة في برزة الزام، الشجرة المعمرة التي يتفيأ ظلالها هذا المسن ويقضي هذا الحرفي بعض وقته متفاعلا مع أحاديث الحضور. صحبنا بعض الأهالي إلى حصن القرية عبر هذا الباب المعروف بباب الصباح، شدنا إليه هذا المدفع الأثري الذي يستخدم حتى هذا اليوم، وعبقرية الهندسة القديمة من نوافذ التهوية والأبواب القديمة والأبراج الشامخة، وهذه البئر التي كانت حية إلى عهد قريب. هذا البروج يعني ثلاثة بروج الحصن، واحد البرج الجنوبي، البرج الغربي وبرج الجنوبي وبرج الشرقي. هذا البرج الشرقي يسموه برج الريح، والحصن هذا ما تشوفه يعني، وهنا مخازن يعني. خرجنا من الحصن لنشاهد صمود البيوت الأثرية للقرية كبيت الصباح وبيت سرحان وما جاورها من بيوت قديمة تحكي قصة الإنسان مع الطين والنخيل، وحتى دكان القرية ما زالت رفوفه حاضرة. أنا عمري بيت الصباح عمري 7 سنوات، عايش في هذا البيت في هذا المكان مع الشياب مع الجماعة، وهذا ربط ربطين، ربط واحد علوة واحد أوطى، يتناقش مواضيع كلام أي شيء فوق هذا الربط. فلج بني ربيعة فلج داودي لا ينقطع الماء فيه، نسبت القرية إليه، يمتد إلى ضواحي القرية معتمدين في تقسيم المياه على الساعة الشمسية المعروفة باللمد. هنا في علامات التوزيع بالحصى، من الحصى إلى حصان الصثر، وطبعا كل واحد له حد معلوم من الآثار معروفة، لما تنتهي شخص آخر ويأخذ مياه الفلج هذه. زيارة الضواحي الزراعية للقرية متعة أخرى، أما الاهتمام بعمتهم النخلة فهو شيء لا تفوته عدسة التصوير. ما أجمل أن تعيش بين أحضان الطبيعة تشاهد إرث الزمان والمكان، ساعة واحدة في مكان كهذا تختصر لك كم هم العمانيون صناع حضارة. عبد العزيز بن حمد العجمي من قرية فلج بني ربيعة ولاية الخابورة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد يستقبل سعادة سفيرة جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك لتوديعها بمناسبة انتهاء مهام عملها.
تصريح لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حول التعميم يثير الجدل، والغرفة ترد بأن ما نشر تنقصه الدقة. بعثة الحج العمانية تباشر أعمالها لخدمة حجاج السلطنة في المشاعر المقدسة. وفي ختام نشر هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أجواء خالية من السحب توضح لنا آخر الصور الجوية في معظم أرجاء السلطنة، كذلك والحال بالنسبة لأجواء شبه الجزيرة العربية، ونلاحظ أيضا نشاط بعض السحب الموسمية بوجه واسع هناك على معظم مناطق شبه القارة الهندية، وأيضا هنا تدفقها نحو أقصى جنوب شرق بحر العرب. إلى تفاصيل الأجواء لقادم ساعتنا هذه الليلة في محافظات البلاد، في مسقط أجواء مستقرة ودرجات الحرارة الصغرى تتجاوز منتصف العشرينات إلى قرابة أواخرها على المناطق الساحلية، 26 إلى 27 درجة في أرجاء محافظة جنوب الباطنة ضمن أجواء خالية من السحب، و 28 درجة على سواحل شمال الباطنة وبين أواخر العشرينات إلى مطلع الثلاثينات في أرجاء محافظة مسندم، 28 صغرى الليلة في محافظة البريمي وحول منتصف العشرينات في أرجاء محافظة الظاهرة، 15 درجة في قمم الجبال في محافظة الداخلية وحول منتصف العشرينات في الولايات المجاورة لجبال الحجر، 25 درجة في معظم أرجاء محافظة شمال الشرقية، وبعض السحب تنتشر على سواحل الجنوب الشرقية المطلة على بحر العرب، ودرجة الحرارة هناك عند مطلع العشرينات وتصل إلى منتصف العشرينات على السواحل المطلة على بحر عمان، 21 درجة على السواحل الوسطى مع تواجد بعض السحب المتفرقة، و 20 درجة في المناطق الصحراوية مع أجواء خالية من السحب، وانتشار السحب أيضا حاظر على سواحل محافظة ظفار وأيضا شمال المحافظة، على المناطق الساحلية والمناطق الجبلية، خصوصا في المناطق الجبلية قد يكون بعض الرذاذ المتقطع حاضر أحيانا، ودرجات الحرارة عموما عند مطلع العشرينات. يبقى البحر هائج الموج على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، يصل أقصى ارتفاعا له 3 أمتار مع هبوب رياح جنوبية غربية نشطت السرعة تصل سرعتها إلى 20 عقدة، وهادئ الموج على سواحل محافظة مسندم مع رياح متغيرة اتجاه خفيفة السرعة 1.25 متر على سواحل بحر عمان، ورياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة كذلك تصل سرعتها إلى 5 عقد. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، نلتقيكم مجددا في 10 مساء، شكرا لكم وإلى اللقاء.